ديال الشبيبه اقليميه باش نعنوا على واحد ان شاء الله ان شاء الله نكتب بحضور السيد المنسق الاقليمي والسيد اسامه الفوزي رئيس الشبيبه الجهويه. والشبيبه راه هي دينامو الحزب، لا ما كاين الشبيبه راه ما كاين لا حزب بكل صراحه. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بالحضور الكريم والاخوات والاخوه التجمعيات والتجمعات. كنشكر السي اسامه فوزي رئيس المنظمه الجهويه على الحضور ديالو اليوم معنا في هذا اللقاء. وكنرحبوا بالسيد حنان المنسق المحلي والسي مشرف رئيس هيئه سياده النصائح في سياده الحجرة وسي من خدير. اذا صراحه انا جيت فخور اليوم بتواجدي معكم بتواجدي مع الشباب، وصراحه جيت سعيد باش نعاود نجيو لهذا المقر ونعاود نحيو فيه الديناميه اللي كان كيعرفها منذ سنوات. وجيت سعيد ايضا باش نشوف الوجوه اللي عاونوا المناضله اللي التحقوا بالحزب منذ سنوات وساهموا معنا في الحملات الانتخابيه، وكنحييهم لاستقطابهم كل من الشباب والشابات الجدد الذي لا شك انهم هنا بقناعه. كيف ما كتعرفون نحن في اطار مؤسساتي كنجتمع اليوم ان شاء الله باش كيف ما كتعرفوا باننا توصلنا تقريبا هذه واحد الشهر واحد الاستقاله ديال الرئيس المكتب الاقليمي الشبيبه التجمعيه السي عثمان الشقي اللي كان بالود ديالنا انه يجي يهضر، لانه الاستقاله ماشي مفادها انه حنا كنقطعوا اواصر الصداقه اللي بيناتنا، ولكن عنده شي عذر ما نقدرش انه يهضر. بالعكس هادو الاخوان ديالنا كنحترمهم كنقدرهم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. الاستقالة ديال الاخ عثمان الشرقي وخص الشبيبه الاقليميه حتى هي تغلقش على نفسها، لان لاحظ في المكتب القديم غير درنا الشبيبه صافي درنا الشبيبه 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 فين هي السياسه؟ نعرفوا بان اليوم راه جايين دي سيونس وخصنا نوجدوا لهم ونفوزوا ونستافدوا من الاغلاط اللي كانوا قديم. دونك خصنا حقيقه اللي كنا كنتكلموا على التكوين كل شيء كان كيضحك وكان ماشي والو، خصنا حنا نصوبوها بولا، خص يكون بعدا واحد لا سينيرجي ما بين الناس المنتخبون. السلام عليكم، اسامه فوزي الرئيس الجهوي الشبيبه التجمعيه بجهه مراكش اسفي. اليوم كنتواجدوا باقليم اسفي بالمقر الاقليمي للحزب في اجتماع تنظيمي للشبيبه التجمعيه. كان واحد النقاش مسؤول بين مناضلات ومناضلي الشبيبه التجمعيه، خصوصا بعد الاستقاله اللي تلقيناها ديال الرئيس الاقليمي السي عثمان الشرقي اللي كنشكروه من هذا المنبر على العمل الجبار اللي قام به طيله سنه في ظروف تنظيميه جيده. كانت نتائج ديال الشبيبه التجمعيه وكانت استقاله اللي احنا في المكتب الجهوي تم القبول ديالها. ولا اثر هذا الاجتماع التنظيمي الاخوان والاخوات اقترحوا السي عثمان اغبال رئيسا اقليميا جديدا للشبيبه التجمعيه اللي المكتب الجهوي كيدعمو كيقدم ليه كامل الدعم وكيحظى بالثقه ديال جميع المناضلات والمناضلين. كانت فرصه ايضا باش اننا نناقشوا الخريطه السياسيه ديال والتموقع ديال الحزب بالاقليم. والحمد لله الشبيبه التجمعيه راه كتمتلك كفاءات كتمتلك مناضلين اللي عبروا على واحد المستوى تنظيمي، اولا بالتشبث ديالهم بالحزب وثانيا بالمسانده ديالهم للعمل الجبار اللي كتقوم به الحكومه، خصوصا في هذه الظرفيه اللي للاسف كتعرف كثره المضاربين اللي كيستغلوا الارتفاع ديال الاسعار باش انهم يستغلوا هذه الظرفيه. ولكن الحمد لله الحكومه حنا كنثقوا فيها كشباب تجمعي كنثقوا في الخطوات اللي كتقوم بها
في سبيل ان شاء الله انها تضبط الاسعار وتكون القدره الشرائيه للمواطن كفيله باش انه يستمر في تلبيه الحاجيات ديالو الخاصه. شكرا. عثمان اقبال الرئيس المنتخب للشباب التجمعي باقليم اسفي. انا اليوم فرحان على اننا انتخبوني الاخوه اليوم وحديت بالثقه ديال الجميع ديال جميع المنتخبين جميع الاطر اللي كاينين عندنا هنايا. الشباب التجمعيه هي شبيبه اللي عندها فريمون طاقات وعندها كفاءات اللي كتدافع على الصعيد الاقليمي وعلى الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الوطني. اليوم هي غنستعدوا لاننا نقولوا حنا الصوت ديالنا، غنوصلوا الصوت ديال الاقليم ديالنا، غنوصلوا نحاولوا على اننا نخلقوا واحد الديناميه، غنقويوا ان شاء الله القاعده الشبابيه ان شاء الله اللي غادي تكون عندنا، وان شاء الله باذن الله غادي نخدموا مزيان على الاقليم وتطوير الكفاءات اللي عند الاقليم، وغادي نعاونوا الشباب اللي عند الاقليم، لان اليوم الشبيبه هي الطاقه ديال اللي غادي تقدر تدير التغيير وعلى انها تقول الكلمه ديالها ان شاء الله. غادي نخدموا في الفتره الجايه ان شاء الله على التأسيس. كما كتعرفوا إقليم أسفي عنده 25 جامعة، 24 قروية، وحدة محلية. كاملين راه عندنا ثلاثة اللي مؤسسين، عندنا المحلية ديال أسفي، عندنا المحلية ديال السعادلة، عندنا المحلية ديال حد حرارة، وغادي ننسقوا إن شاء الله مع الإخوان باش أننا نديروا التأسيس ديال المحليات الآخرين. هذا من جهة. من جهة أخرى المكتب الإقليمي إن شاء الله غادي يكونوا فيه الإخوان ديالنا من 25 جامعة. غتسولني علاش؟ غادي نقول لك لان المكتب الاقليمي ما يمكن على انه يكون قوي الا وانه فريمون غيكون مكون من كل تمثيلي من كل جماعه، وهذا غيخلينا على اننا نتعرفوا على الواقع ديال كل جماعه بالممثل ديالها في المكتب. هذا من جهه. من جهه اخرى ان شاء الله غادي يكون عندنا غادي نخرجوا وغادي ندوروا ان شاء الله في الاقاليم اللي غادي يكونوا عندنا، وغادي نتلاقاو مع الاخوان ديالنا تما، غنتلاقاو مع شبيبه، وغادي نحاولوا على اننا نقويوا القاعده ديال الشبيبه التجمعيه، وهذا الشيء كامل في الاطار ديال التنفيذ ديال المخطط الحكومي ديال التعليم والتشغيل والصحه ان شاء الله. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.